حياكم الله من جديد. نتحدث في هذه الفقرة عن الرسائل العشوائية التي تصلنا عبر هواتفنا دون سابق انذار. نتساءل، هل تنتهك هذه الرسائل الخصوصية؟ هل هي مجرمة قانونا؟ يسعدنا نستضيف للإجابة عن هذه التساؤلات وأكثر الأستاذ عبد المجيد آل موسى المحامي. حياك الله من الأستاذ عبد المجيد، شكرا لقبول الدعوة وحضوركم معنا بهذا اليوم. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ المشاهدين والمشاهدات الكرام. خلينا أسألك عن، طبعا هذا موضوع يعني قديم متجدد كل فترة وصارت عليه الكثير يمكن من المعالجات، يمكن أنتم كقانونيين يمكن أعرف فيها، لكن خليني أسألك بشكل عام، هل الرسائل العشوائية الإعلانية مجرمة بنص القانون؟ طيب خلينا نفرق بين الرسائل كرسالة وبين التعامل مع هل البيانات، بيانات الشخص اللي وصلتها الرسالة. ممتاز. اليوم نتكلم عن بيئة التنظيم القانوني فيها جديد حديث عهد. سابقا تسألني هالسؤال، أبى أقول لك الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الممارسات، نقول في الجانب القانوني الأصل في الممارسات الجواز، والأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على نص نظامي أو نص شرعي وما إلى ذلك، وهذه قاعدة دستورية وردت في النظام الأساسي للحكم. لكن اليوم مع وجود نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحة التنفيذية ولدخل حيز النفاذ عما قريب، الأمر أصبح منظم. هنا لازم نفرق بين أولا من هو صاحب هذه البيانات الشخصية اللي وصلته الرسالة، وكيف اللي أرسل هالرسالة حصل على هذه البيانات وبأي وسيلة، هل تمت من خلال صاحب البيانات بشكل مباشر أو تمت من خلال جهة أخرى أو تمت من خلال جهة من جهات الدولة أو إلى آخره. حوكمة إن صح التعبير التعامل مع هذه البيانات الشخصية، لأن البيانات الشخصية ذات حساسية، يعني البعض يعتقد أن البيانات الشخصية تمسني أنا فقط، لا، هي ما تمسك، ترى هي تمسك وتمس أسرتك وتمس مجتمعك وتمس الدولة وتمس أمن الدولة وتمس مصالح عليا، فليست مجرد فقط بيانات تمسك أنت. صحيح أنها بيانات شخصية خاصة فيك، لكن أثرها قد يكون مرتبط ممتد إلى أبعد من ذلك. فالنظام جاء بفكرة المعالجة، معالجة البيانات الشخصية، وأعطاك صور للمعالجة، قال من المعالجة النقل التخزين إلى آخره بحسب ما ورد في النظام. فاليوم لما إجابة عن سؤالك تقول هل الرسالة مجرمة أو لا، احنا نقول استعمال هذه البيانات أو هذه البيانات الشخصية هل تمت وفقا لأحكام نظام البيانات، حماية البيانات الشخصية ولائحتها التنفيذية أو لا. إذا تمت وفقا لأحكام النظام ولوائحة، ليست لائحة فقط، لوائحة التنفيذية، فنحن بصدد ممارسة مشروعة وفقا لأحكام النظام. وإن تمت خارج نطاق أحكام النظام فالأصل أنها تصبح مخالفة وفق ما جاء في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائح التنفيذية، وتخضع مستعمل أو معالج هذه البيانات للمساءلة القانونية. بمعنى أنه اليوم لو واحد حصل على رقمي الخاص أو رقم شخص، الرقم الخاص لشخص ما لجهة، وخلنا هنا نستبعد الدولة والجهات الحكومية من الموضوع، لو أحد حصل على رقم خاص لشخص ما وأرسل له هذه الرسائل، هذا أمر غير قانوني. إذا كان الحصول على البيانات وفقا لأحكام النظام، مش معنى الحصول على البيانات الشخصية بس لتبسيط، يحصل منين يعني؟ وش يعني يحصل؟ يعني يحصل وفق أحوال حددها النظام. قل لي بس بسريع اختصار. نعم. مثلا واحد أنه أنا أعطيتك بياناتي الشخصية، انا قبلت، انا زودتك فيها، انا زودتك فيها، ممتاز. الغرض، وهذا ترى مهم جدا، الغرض من معالجه البيانات، انا بسميها بما سماها النظام معالجه البيانات، اللي هو ارسال الرساله صوره من صور المعالجه. اليوم احكام النظام قائمه على فكره الغرض من هذه المعالجه، اذا كان غرض مشروع او غرض غير مشروع، وقائمه على فكره الحصول من اين لك هذا، سؤال من اين لك هذا. فرقم واحد، نرجع للحالات او الاحوال، من الاحوال طبعا النظام عدد احوال كثيره، انه انا اعطيك البيانات بشكل واحد، انه انت حصلت على هذه البيانات لضرورة لمصلحة لك انت، ممتاز. طبعا المسألة فيها تفصيل، وبشرط
ألا يترتب على ذلك إخلال بحقوقي أنا كصاحب بيانات، لأنه عندي صاحب بيانات وعندي معالج. فممكن تكون أو يكون حصول المعالج على هذه البيانات مشروع بالنسبة له إذا كان يحقق له مصلحة ضرورية، ليست مصلحة فقط، ضرورية، وبشرط ألا يضرني أنا وألا يخل بحق من حقوقي فيما يتعلق بهذه البيانات. مثل إيش حقوقي أنا صاحب البيانات اللي ممكن يخل بها المعالج؟ مثلا أنه حصلت على هذه البيانات مثلا من خلال جهة أخرى. أنا مثلا والله شركة سين من الشركات أعطيتها بياناتي لغرض مثلا شراء منتج معين، وأتفاجأ اليوم أنه شركة صاد حصلت على بياناتي، هذا في إخلال بحق النظامي، لأنه حق النظامي أنك يا شركة سين تحمي بياناتي الشخصية. فهذه من الصور، والصور كثير، أو بموجب اتفاقية مثلا، وهذه قد يعني تأخذ الصورة الأولى اللي ذكرناها الموافقة، أنه بيني وبينك اتفاق مثلا، أنا بيني وبينك عملية شرائية مثلا أو علاقة تعاقدية أيا كان شكلها، وحصلت على هذه البيانات بموجب هذه العلاقة، فهذا الأصل، وهذا سماها النظام الحصول على البيانات من صاحب البيانات الشخصية، من صاحب البيانات الشخصية. وخلينا نفرق بين البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة، الحساسة نستبعدها لأنه لها تعريف لها وصف ومرتبطة بأمور حساسة. طيب. البيانات الشخصية إذا صاحبها منح الغير أو المعالج هذه البيانات بشكل مباشر وفق هذه الصور وصور أخرى، فحينئذ نكون بصدد ممارسة متفقة مع أحكام النظام. أكمل معك لكن بعد الفاصل القصير. فاصل منها. حياكم الله من جديد، حديثنا في هذه الفقرة عن الرسائل الإعلانية العشوائية وانتهاكها للخصوصية، كذلك أيضا حسب حديث ضيفنا ربما مخالفتها لبعض الأنظمة والقوانين. أستاذ عبد المجيد، كان نتكلم يمكن قبل الفاصل عن وصف بعض هذه الممارسات ومخالفتها لبعض القوانين. أنا بسألك يمكن بس سؤال هو يتعلق بالغرض، يفرق اليوم الغرض إذا كان شخصي أو عائلي أو كان غرض آخر فيما يتعلق بإرسال هذه الرسائل؟ وهل يفرق إذا كانت رسائل نصية ولا رسائل على أحد التطبيقات المحادثات؟ يفرق بينهم، يفرق بينهم النظام؟ طبعا إذا ما تكلمنا عن المفهوم كمفهوم البيانات الشخصية، هي يعني ببساطة وباختصار هي تلك البيانات التي تحدد هوية الشخص، سواء كان تحديد هوية الشخص من خلال رقم هويته الوطنية، رقم جواله، عناوينه، بلا بلا إلى آخره. فالاستخدام هنا يتأثر، أو خلينا نقول استخدام هذه البيانات مرتبط بالغرض منه. فإذا كان الغرض من هذه البيانات شخصي أو عائلي، فلها أحكام خاصة، حتى أن النظام أخرجها من الأحكام وفقا لضوابط خاصة ولا تنطبق عليها أغلب أحكام النظام. لكن إذا كانت لأغراض غير الأغراض الشخصية أو الأغراض الأسرية، لأنه قد تكون لأغراض مثلا جرمية، ممكن اليوم أنا أحصل على بيانات، وهذا واقع اليوم قاعدين نعيشه اليوم، أنه البيانات أصبحت يعني مراكز لرؤوس أموال وسلعة، نعم سلعة تباع، ومن خلالها يتم الوصول إلى ضحايا مثلا جرائم الاحتيال المالي على سبيل المثال، من خلال هذه البيانات تباع بمبالغ فلكية ويحصلون عليها. وهذا يقودني للسؤال، يعني اليوم أنت ممكن تروح الجهة وتشتري من هالجهة، يطلب منك رقم جوالك، يقول لك عشان أرسل لك الفاتورة، عشان لأي سبب إن كان، فجأة بعد يوم يومين تنكب عليك الرسائل من جهات يمكن ما سمعت بحياتك. هذا النوع يعني كيف أنا ممكن أتعامل معه؟ يعني إذا كنت خلينا نقول واثق أو ظان إنه هذه الجهة هي اللي سربت المعلومة، كيف أتعامل معه؟ شكرا لك على هالسؤال المهم جدا. اليوم أنا كصاحب بيانات شخصية، إذا أي أحد طلبني بيانات شخصية فيجب أن أسأله لماذا هذه الغرض؟ البيانات، نعم أيه؟ وش الغرض أيه؟ من هذه البيانات. وعلى الطالب، أن طالب البيانات الشخصية، أن يبين لصاحب البيانات الشخصية أمور عدة، منها الغرض الذي سيستخدم فيه هذه البيانات الشخصية، كذلك هل هذه البيانات اختيارية أو إلزامية، لأنه في بعض البيانات مثلا ما تحتاجها في طبيعة التعامل بينك وبين الطالب. يحق لي يرفض أعطي رقم هاتفي؟
جوالي بالمعاملات، بيانات شخصية، فيحق لك أنك ترفض. يحق لي أرفض. يحق لك أنك ترفض، بل إذا كان طالب البيانات الشخصية على سبيل المثال علق حصولك على الخدمة أو استاء الخدمة أو المنفعة التي ترغبها على الحصول على هذه البيانات الشخصية، فيحق لك أن تمتنع، ويجب عليه أن يقدم لك هذه الخدمة أو هذه المنفعة استثناء من ذلك إذا لم تكن هذه المنفعة مرتبطة بإحدى عناصر بياناتك الشخصية. زي إيش؟ والله زي والله جيت اليوم أنا عندي رقم جوال وأبي أضيف خدمة في رقم الجوال، فما ينفع أني أمتنع عن إعطاء رقم الجوال لأنه الخدمة لن أحصل عليها إلا من خلال رقم الجوال. هذا من جهة. من جهة ثانية، النقطة الثانية اللي ما يتعلق بالبيانات وتسريبها والإفصاح. اليوم لما يعني يصير فيه العلاقة بيني وبين طالب البيانات، يجب أن أسأل أولا، ويجب أيضا أن يوضح أو يفصح صاحب أو طالب البيانات الشخصية اللي يعالجها. نعم، المعالج. النظام أسماها أو سماها أو أطلق عليه مصطلح معين اللي فيما يتعلق بالمعالج، لم يسميه الحقيقة المعالج، لكن أنا من باب التيسير عشان ما يصير فيه صعوبة في فهم المصطلحات القانونية، فخلينا نقول المعالج. اليوم أيضا على حاصل هذه الحاصل على هذه البيانات الشخصية أن يحمي هذه البيانات وفقا لأحكام حددها النظام. الأهم من هذا كله عشان يكون عندنا وعي كيف نستعمل بياناتنا الشخصية في الغرض المخصص لأجله، أنه يجب أن أسأل من أين لك هذا إذا جتني من رسالة. من وين جتك البيانات؟ نعم، من وين جتك البيانات؟ إذا جتني رسالة تسويقية أو كذا 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 بخلاف الجهات العامة حتى أو جهات الدولة. حتى بالمناسبة أن أجهزة الدولة النظام وضع عليها ضوابط، وهذا يعني أن الدولة تتعامل مع هذه البيانات بحساسية عالية جدا 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 جدا. يعني استدراك الحديث، كنت قلت نقطة مهمة جدا، في بنك من البنوك وفي جهات ثانية غير هالبنك، لما تجي تسجل في هذه الخدمة اللي تحصل عليها، يجبرك انك تقبل في الأيقونة الموضحة انك تقبل انك تستلم إعلانات، ولا ما يفتح لك الخدمة. هل هذا نظامي ولا غير نظامي؟ هذا مخالف لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحها التنفيذية، بل أن هذا الحكم جاء في نص خاص وأفرد له حكما خاص، ومضمون هذا النص أنه لا يجوز تعليق تقديم خدمة أو استاء خدمة أو منفعة على شرط الحصول على بيانات معينة أو خدمات معينة بخلاف الاستثناء اللي ذكرتها قبل قليل، إذا كانت الخدمة مرتبطة بهذا البيان المطلوب. الإعلان وش يرتبط فيه؟ ما العلاقة؟ الإعلان حتى أن النظام وضع ضوابط وضبط ما يتعلق ليس الإعلان فقط، التوعية. يعني إلى أبعد من ما هو إلى أبعد من الإعلان، التوعية. اليوم حتى لو كنت أنت جهة خاصة مثلا أو جهة من غير جهات الدولة تبي توعي مثلا وترسل رسائل توعوية، يجب أن تحصل على الموافقة المسبقة من صاحب البيانات أو صاحب البيانات الشخصية الأول. نعم، هو المعني الأول بهذا، وبعدين أروح أخذ الموافقات من الجهات المختصة وفقا لأحكام النظام. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد المجيد آل موسى المحامي لكل هذه الإيضاحات. ختامي حلقة، إلى اللقاء.